أهلا وسهلا بحضراتكم. كان معانا الأستاذة نغم بتختم القرآن الكريم كل أسبوع، وبتحافظ على أنها تقرأ بالتشكيل قدر الطاقة، لكن هي بتقول الغنة، الإخفاء، الأحكام التلاوة اللي احنا بننبه إليها في كتاب قلوب عامرة، اللي احنا بنجتهد فيه قدر الطاقة على تبسيط كيف يتلى القرآن للمشاهدين. فهي طبعا برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، فهي بتقول أنا مش بقدر الأحكام الدقيقة قوي، إن أنا يعني لساني مش واخد عليها. إن شاء الله أنت مأجورة على قراءتك القرآن الكريم، والأولى لازم أقول كده الإتقان، إتقان التلاوة عن طريق حد أقرأ على إيديه، أو عن طريق التطبيقات المتاحة، متابعة البرامج المتخصصة في هذا الأمر. وزي ما أهل العرفان قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني هو بيحتاج تدريب. عشان كده بقولك تقرأي على إيد حد يشوفك إزاي بتقري، وبعدين يصحح لك القراءة بتاعتك. المجهود ده عليه أجر، وهتذوقي حلاوة القرآن الكريم لما تعرفي أحكام التلاوة المنضبطة، لأنه ورتل القرآن ترتيلا. فأنا لما بسعى أي وسيلة متاحة بالنسبة لي، ده استجابة لهذا الأمر الكريم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وللأمة كذلك تبعا النبي عليه الصلاة والسلام. فورتل القرآن ترتيلا، لازم الإنسان يسعى ويجتهد قدر الطاقة، لأن ده علم جميل جدا، والتبحر فيه أول إنسان بيسعى فيه حتى على قدر على قده يعني ماتع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسر لك هذا الأمر، وادعي ربنا بتيسير أنك تكوني من قراء القرآن الكريم. أعني بالقراءة يعني إتقان القراءة قدر الطاقة.